ونوى سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين إلى أن الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية رئيس الكومنولث ملتزم بمواصلة الإرث والنموذج الرائع في والدته في تفانيها بأداء الواجب واهتمامها بالعالم. أعتقد أن العلاقات الثنائية ستنتقل من قوة إلى قوة، لأن الملك تشارلز الثالث لديه هذا النموذج الرائع في والدته ليتبعه في تفانيها في أداء الواجب واهتمامها بالعالم وارتباطاتها مع العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم بما في ذلك البحرين. أعلم من خلال لقائي به ولمرات عدة مدى التزامه بمواصلة هذا الإرث واهتمامه بالانخراط في الشؤون العالمية وتحديدا بهذا الجزء الهام من العالم الشرق الأوسط.